بتكليفي او شربت بتكليفي رئيس مجلس اداره نادي وادي النيل للناحيه القطريه، لا عشان حاجه واحده بس بستفز ان انا حاجه مع اسوان مع معالي الوزير مصطفى يوسف اخي وصديقي وحبيبي يعني، فدي اكثر ما اسعدني يعني اكثر ما اسعدني ان انا هنا يعني على فترات لان يفضل الله عمر ما كان مفعولا مع معالي الوزير ان شاء الله. برحب معالي السفيره لما ابو زيد في مصر، مش هرحب بها بعد بلدها بقى ان شاء الله. ويعني انا متشكر لجميع الاخوه المعاونين لهيئه وادي النيل في تنفيذ مهامها، ويعني بنطلب منهم المزيد من التضافر والجهود علشان تبقى شركه ناقله او هيئه ناقله او هيئه مالكه ناقله للركاب والبضاعه زي ما في دماغي زي ما في تصوري زي كافه الشركات والتوكيلات، وده مش هيتاتى الا بحضورنا جميعا. المينا جميله والحق لله بتجري بسرعه الصاروخ.